ينقل أحد الأشخاص يقول: كنت قد ذهبت إلى حج بيت الله، رحت إلى الحج، وفي أثناء الطريق تعرضت لحادث كاد أن يودي بحياتي، سيما حادث سيارة أو ما أشبه ذلك، اللي كان الخطر خطر محقق، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله نجاني من ذلك. يقول: أنا رحت إلى أن وصلت إلى بيت الله الحرام، فرأيت على باب المسجد رجل يبيع البطيخ، بطيخ جيد، فأخذت أنظر في أنواعه وألوانه وأسأل عن السعر، وقلت له: أنا أروح للمسجد الحرام وأصلي ركعتين ثم آتي إليك. يقول: أنا رحت وبدأت الله أكبر. يقول: بمجرد ما قلت الله أكبر، الشيطان الذي يأتي على كتف المصلي، أكو شيطان يأتي على كتف المصلي ويذهب بفكره من هنا إلى هنالك. يقول: بدأ وذهني انتقل إلى البطيخ، أنه أنا عندما أكمل صلاتي أشتري البطيخ الغالي أو البطيخ الرخيص، وكم عدد أشتري، وإذا بي أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهت الصلاة. يقول: طلعت من بيت الله وإذا برجل يأتي ويهمس في أذني: الله الذي نجاك في هذا اليوم من ذلك الخطر المحقق، في بيت الله تصلي لله صلاة البطيخ، ما تستحي من الله؟ يقول: أنا عندما قال لي هذه الكلمة أخذت أرجف، التفت حوالي فلم أجد أحدا. حقيقة أنتم لاحظوا صلواتنا كل شيء فيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الصلوات هل ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله المتفضل المنان الذي أعطانا كل شيء، 7 دقائق 10 دقائق واحد لا يتوجه إلى الله. نتلو بعض الروايات ونختم بها الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقومن إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشر. أحيانا عشر صلاة الإنسان تقبل، يجي يوم القيامة يشوف في ديوان عمل عشر الصلاة مكتوب فقط. أحيانا واحد يجي يوم القيامة يشوف فقط سجود مكتوب في صلاته، كل شيء ما مكتوب في ديوان عمل، يقول: يا الله أنا صليت. الله يقول له: ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت بقلبك عليها. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا يقومن أحدكم إلى الصلاة متكاسلا ولا ناعسا، بالذات في صلاة الصبح، ولا يفكر في نفسه فإنه بين يدي ربه عز وجل، وإنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه. الرواية الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ابنتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله
زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي سيدة إمائي، أمتي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا مقام العبودية. العبد عندما يقف أمام مولاه، الأمة عندما تقف أمام مولاها. هذا الوقوف مو وقوف اللاهين والعابثين. أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، لأنهم يعرفون ذلك المقام. إحنا محجوبين، هذه الأغطية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا حجاب، هذه غفلة. الرجل الذي لا يلتذ بالعلم، هذا الرجل مريض، هذا ناقص. الرجل الذي لا يلتذ بالعبادة، لا يتوجه إلى العبادة. العبادة مو ثقل على رقبة الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يؤذن بلال كان يقول قبل الأذان: أرحني يا بلال. الصلاة راحة للمؤمن، لأنه ينقطع عن هذا العالم ويتصل بذلك العالم، عالم الطهر والصفاء والنقاء. ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. ما هو الجزاء؟ الجزاء مبشر لنا جميعا. أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراك هذه المعاني، وأن يجعلنا من شيعتهم ومحبيهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.